ربما يعني we have person don't speak English, don't speak Arabic, but he make دعاء. الله تعالى لا يلتفت ولا يهم بأي لغة تتكلم. لا يلتفت إلى اللغة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي يقول يا رسول الله أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معان، أنا لا أستطيع أن آتي بدعاء موافق لقواعد اللغة للسجع وللبديع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جيد لا تخف، ماذا تقول؟ ماذا تقول في دعائك؟ ماذا تقول في الصلاة؟ قال يا رسول الله إني أسأل الله الجنة وأستعيذ بالله من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أخ العرب حولها مدندن، حولها مدندن. إحنا كلياتنا في دعائنا نسأل الله تعالى إيش؟ الجنة. قولوا آمين، نسأل الله تعالى أن يكتبنا من أهل الجنة. قال ونستعيذ بالله من النار. فسواء كان الدعاء فيه سجع، فيه بلاغة، فيه فصاحة، فيه من قواعد اللغة ما فيه، الله تعالى الذي يلتفت إليه أن هذا الدعاء خارج من القلب، أن هذا الدعاء خارج من القلب. ولذلك لهذا الدعاء آداب وشروط. من آداب الدعاء طيب المطعم. إذا أردت أن تكون مستجاب الدعاء فحافظ على طيب مطعمك وطيب مشربك وطيب ملبسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء. وفي حديث آخر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب، ارفع إيده للسماء، ولكن مطعمه حرام يأكل الحرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. فالواجب على الإنسان المسلم العاقل أن يجعل مطعمه ومشربه وملبسه حلال. إذا الشرط الأول من شروط إجابة الدعاء طيب المطعم. أيضا أن تدعو الله تعالى وأنت موقن بالإجابة، ادعو الله تعالى وأنتم، فلا تقول يعني ربما الله تعالى يستجيب لي وربما لا يستجيب، ادعو الله تعالى وأنت موقن بالإجابة. فإن الله تعالى حي كريم يستحي أن يرد يد عبده خائبتين صفرا. ولذلك أنا بدي أبشركم ببشارة، أبشركم ببشارة، وهذه البشارة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا رفع يده بالدعاء إلى الله تعالى أعطاه الله إحدى ثلاثة أمور. يعني النتيجة بالانجليزي الريزلت، مش هيك؟ الريزلت جارانتيه، يعني مضمونه عند الله. انت بدك تاخذ واحد من ثلاث. رقم واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا الانسان ربه
إما إنه ربنا بيعطيك إيش؟ الحاجة اللي أنت رفعت إيدك علشانها يعطيك الله تعالى إياها، إما أن يعطيه ما سأل، وإما أن يدفع عنه من الشر بمثلها، وإما إيش؟ وإما أن يدخرها له في الآخرة. تخيل يعني أنت مجرد ما رفعت إيدك للسماء الله تعالى سيعطيك واحدا من ثلاث، يعني النتيجة مضمونة عند الله. مين بيعطيك بالدنيا نتيجة مضمونة؟ بتروح على الطبيب بقول لك ترى النتيجة مش مضمونة، بتروح على الميكانيك النتيجة مش مضمونة، بتروح على المعلم النتيجة مش مضمونة، لكن الله تعالى سيضمن لك النتيجة. الله يقول إنه أنا رايح أعطيك واحد من ثلاث إذا دعوتني، إما أنه يستجاب لك الله تعالى يعطيك ما دعوت، وإما أنه يصرف عنك من الشر بمثله، وإما أن يدخر الله تعالى لك ذلك إلى أن تلقى الله تعالى. وما عند الله خير وأبقى والعاقبة للمتقين. لذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام فزع وإذا بحبة تمر على أمامه، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها وأن تكون من مال الصدقة، مجرد حبة تمر، ومجرد حبة تمر أخرجها من فم الحسن أو الحسين رضي الله عنهما مخافة أن يأكل شيء من الحرام. اليوم في بعض الناس ولا أعمم، ونسأل الله تعالى يعني أن يأخذ بأيدي جميع المسلمين إلى ما هو حلال وإلى ما هو خير، بعض الناس يتعرض أحيانا النفس تغلب، لكن حتى وإن غلبتك نفسك على حرام ارجع إلى الله، توب إلى الله، لا تجعل الشيطان يبدأ يوسوس لك أنه لن تقبل لك توبة عند الله. إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. بس وقف بصدق وإخلاص بين يدي الله، ناجي الله، اطلب من الله، افزع إلى الله، الجأ إلى الله. من منا لا يحتاج الله؟ من منا؟ فقط قول يا رب وستجد الجواب من عند الله سبحانه وتعالى، ستجد جوابا عاجلا من عند الله تعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين.